حضرت مولانا شیخ الحق سے جی رمجوہم محترم دارون حالا عمور اکابر علماء کمجھے کی مامون نے یوں طالب علم لانت قشائی کبیر روی افیادتی گنام خود استاد محترم او جلیہ اکابر نقوائش مطابق طالب علمان اتیو دو خبری اسکو طالبانو اغا منظر آیا دیلی ایمومنن دا حادیث کتاب تم ختم تو فلیل و قدور کتابوں کی مذکور لے بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الوضا پا موقع یولک نفر صحابی کرام مخامت تشریف فرمائی دی ناس کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بل آگا بوچ دی رب العالمین عقیت پسر کرے ہو یا ایوہ النبی بلغ ما انزل الیک من ربک آقا ذمہ داری کی کرا رسول اللہ مبارک پورا کرا او اللہ پاک دا آقا ذمہ دارے دا پورا کرولو خبل اعلانو کرا دا آقا ذمہ دارے دا پورا کرولو اللہ خبل اعلان کرے لیکن اليوم اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اللہ دے یاد کے خبل اعلان گئی کہ ما کم دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ راس و نظر کر لگا کہ نمبر خبل ذمہ داری پورا کرو دین میں تاز اللہ ہو رسا ہوں باوجود دلی کہ رب العالمین خبل شہادت پر گئی قرآن حکیم کی جبریل خبل شہادت پر گئی یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان گئی کون صحابہ کرام ہوتا روئے اعلان کے لئے کائنات کو مخیر پر احلو پر مخیر کہ اللہ حل بلنم کو دریز علیہ اعلان کے کہ ماں ارساو فالحق جماعت اللہ تاکم آکر ارساو کلا پر اجتحابون تقوز کئی اور صحابت طول جواب کیجئے ہو تاک فالحق جتم فریدہ واقعہ دو رسولہ اور یا نبی علیہ السلام ورمانے اللہ شاہد کے تا صبح شیوخ کی دل تناز کی تاک اکابر شیوخ اصنگے تا اولیاء اللہ شیوخ کی تا مدرکات دین شیوخ کی تا حیو دا محدثین استاد دے تا حیو دا مفسرین شیخ دے تا حیو دا مجاہدین مجاہد مشہر دے تا حیو دا منتقی او صاحب دا ورع و پریدگار شخصیت دے تا حیو شیخ دا نمتدر حقا دیئے مانے لوا ومخدر زمکا تا فرشتہ سیرت شخصیت دے دی طرف نا نمائن دے جی کو ماں تقبل حضر شیخ دے طرف نا اور دی طرف نا نمائن دے جی کو ماں اور رب العالمین دے طرف نا دے ناس اتلا خبرکم دے الا حل بلغنا قصرت دوستم الا حل بلغنا الا جواب آتی الا جواب آتی لازمت کلو سرا الا حل بلغنا الا حل بلغنا الا حل بلغنا اللهم اشهد اللهم اشهد من اكبر صلاتكم من زمداري ودار العلوم ديوبانك لاغوص فازانو خصوصا شيخ العربي والعجم مولانا السيد حسين احمد مدني رحمه الله عليه او اكابر شنو هذا التصريح خوتما هل كان اغا لاغد اخبره روحاني بجودة طرف نقولكيري اغا زمداري دارلوم حقاني نتبورك تمروح تاسو دارلوم تنا بويا غلوه او دارلوم حقاني تاسو تا القرآن التفسير او الاحاديث علم دارتو تاسو دارلوم نخبل غيقنا عالمان ماشي تاسو دارلوم نخبل غيقنا الاحاديث استاذان ان شاء الله باعتبار دمعان لا الله نقول بيد لرم امید درم امید درم جب حیث المستقبل درم حقانیہ من تاسو مفسرین او دا محقیزینو او دا مجاہدینو او دا علماء بشکر کی رخبر جوڑے رو بیسی نم درم حقانیہ درم جامعہ حقانیہ تاسو درسول اللہ مبارک سرا و نسبت کے واقع کریں کمرونو نم کی حضرت شیر دعوت درکاتو ہم تاسو کیا ٹھکے ہوئے تمہارے ٹھکے تا سو جو حضرت شیخ کو فرمائے کہ بسند متصل بینی الى الامام الحمام الحافظ ابن حجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی
ربيع عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بلقيفة المحيي اليماني يبدو كيف صوت كيف قالوا وسقوه كانوا لرسول الله مبارسة من حيث المد نسبته وسقوا نسبته لرسول الله مبارسة من حيث الحب ومحبة نسبته وسقوا نسبته لرسول الله مبارسة من حيث العشر من حيث أمتي نسبته نان لغا شيء فلا ركبور تجوه لك استاسو لرسول الله مبارسة لحضرة ابو هريرة ولمن بخاري مواصلة المسكوب بطار جوال بدنك استاسو علم نسبت بيلاتو سلام حضرة الشيخ ودشيوخ مواصلة من تاسو لرسول الله مبارسة يبير بها شيب نسبت بيلاتو فلا نسبت كي من بخاري نسكري فلا نسبت كي حضرة ابو هريرة نسكري فلا نسبت كي شيخ الذي حضرت مرانا مقبول لا بابا جن نسكري فلا نسبت كي شيخ الذي حضرت مرانا كل حليم بير بابا جسد ممسكري فلا نسبت كي شيخ الذي او تتغطى الروح نائب محتمل حضرت مرانا نور الحق سيدينا حضر مجلوهم نسكري وفلا نسبت كي استاذ المحدثين استاذ المشايخ استاذ العلماء والمجاهدين والمفسرين ونقول اسلام حضرت مرانا نور الحق سيدنا حضر مجلوهم نسكري دار العلوم ناس باندي ولوي حق لدي دمارو يو قدي حالات بطلع جملة قدر خاصه سيبان قبل من دلاشه بطلع روم نبات نامه زر يو بقرده هر يو بجيبا نمارا عبد الحق سب رحمة الله لأخلاق أمت توري نمارا عبد الحق سب رحمة الله لأخلاق أصبح لك جديد لي أو أنا أخلاق وصوار كريدي ولحضر سب أخلاق قيام تصوالي كريدي في تاسو جكاري سرمان بقرده تاسو بار وورو ورو خبر دا كفر أو دا بلعان أو دا شرك مكبير ولا كبير تاسو كتير لهم ده إذا فرد كيف أنا أفكر هذا سبيل ولمير ولما هو ده اليوم هذا هي لدرجة بشر بشر أو لدرجة أكابر بشر هذا الناس يقولوا ما في أفرد دا بشر بمو على مشاكل الدنيا ترى سو دول الناس لا بيمشي لا دول الناس لا بيمشي لا فحر للفحر لا شيء فدار لوم نمونا لتفر لفاها او لا حتى زيح شرفاك لا لا شيخان هم المونادا بيتي كمبيشن مش تتتصر ونعم بالحق شيخ كم زي مدالية تولي واحد او مولا لا احمد الى هوي التفسير كم زي مدالية مسألة تولي واحد انا زي مدالية انا قولي من البيان لنا ناشتي واسبتانكي وزراف رشن الله اكبر نزرع بريشن خلينا حواس نوجي سرد عليه تمارا مدني بتفسير مطالع كري واي جذبا او نزرع دروح تبركة توجبة لانن جمدي دي كبيري جمدي جوابا كري لانن زوان دي كبيري حضر شير شكرا الدمر يجبا الى لقاو على سيد جمالا وصبر علماء الكرام دي ممتدى فمدى بيكترينو درسي خدماتو دار العلوم لخدماتو او لا كاملو كميشن جسر در صورو خدماتو او تسومر در تجيني سياسي جيني خدماتي او تسومر في دكت الطلباتي او عوام الناس دي او حضرت در عهد كو في انشاء الله هنا دي تانا بخلال بيت جوند اللي ولا مشتد فلي خلال بياكي لي او لا دين مخدمة بستقريني انشاء الله هنا دي او دا مولانا احمد علي لابولي تفسير بدي مولي نباتي جيني روح الله دي لا سبيل فتوه على مدراء الإنسان لا إذن كما حكومة
Zindabad! 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 Zindabad!